إنه مكان يحظر دخول الرجال إليه. نحن الآن في أوكيا، وهو منزل في منطقة جيون، حيث تدرب فتيات جيكو ومايكو المستقبليات لمدة عام. الرقص وحفل تقديم الشاي ومساحيق التجميل، ستتعلم الفتيات كيف تصبحن جيكو مثاليات، لذا فإن دخول منزلاً كهذا يشبه الدخول إلى عالم آخر. على الرغم من أن وجود الجيكو اليوم هو للترفيه عن الزبائن والسياح، إلا أنهم لا يزالون يشكلون حالة تعطي لمحة عن ماضي اليابان. وصلت ماكينو إلى نهاية تدريبها، لكن على عكس أسلافها من حقب أخرى، فلن يكون عليها البقاء في خدمة الرجال طوال حياتها، بل سيكون لها الحرية في اختيار مسار آخر يوماً. مرحباً، مرحباً، تفضلي بالدخول. في هذا الخريف سأتوقف عن كوني مايكو، وسأصبح جيكو بدلاً من ذلك، وهذه تعتبر مسؤولية جسيمة، لكنني لا أعرف إلى متى سأستمر في القيام بهذه المهمة. أنا ما زلت صغيرة، ولكن طالما أنني أحب القيام بهذا الشيء، فسأستمر في فعله بكل سعادة.